حاليا حوالي 1552 عملة رقمية مختلفة، منهم المشفر ومنهم غير المشفر، أشهرهم كان البيتكوين. طب الناس كلها سمعت في آخر 3 شهور عن البيتكوين، رغم إن البيتكوين موجودة بقالها كتير قوي من 2007، لكن ليه كل الضجة اللي حوالين العملات الرقمية؟ عشان الارتفاع اللي حصل في سعرها، والارتفاع السريع جدا جدا اللي حصل في سعرها خلى جهات مختلفة تحذر من الاستثمار في العملات الرقمية والبيتكوين. وطبعا هم عندهم حق، لأن المستثمرين بيندفعوا بدون ما يفهموا اصلا يعني ايه عمله رقميه، وايه البوتنشال بتاعها، وايه المخاطر في الاستثمار ليها. انا شايفه من مؤيدين البلوك تشين تكنولوجي، وبشوف انه من الظلم ان احنا نحصر البوتنشال بتاع البلوك تشين او نظام تسلسل التكتلات في بس في العملات الرقميه، وان انا كمان احصر كل العملات الرقميه في البيتكوين، لان في عملات تانية موجوده فيها بوتنشال كبير زي الايثيريوم زي الريبل. ومثلا باي ذا واي ان الريبل هي عمله بتستخدم البنوك والشركات نفسهم، فدي عمله ما فيهاش اي مشاكل. فان احنا نقول ان كل عملات رقميه هي فقاعه وهتنفجر، او جزء كبير، او هي شكل من اشكال النصب، او حرام الاستثمار فيها شرعا، ده امر يعني يمكن محتاج مزيد من الدراسه ان انا اقول حاجه زي كده. يعني اسمحي لي انا اللي حضرتك وجهه نظر الطرف الاخر اللي حرم البيتكوين او تمام. جرمها تمام. بشكل ولو حتى غير رسمي، على اعتبار ان العملات الرقميه بتستخدم في التداول التجاري فيما يعرف بالديب انترنت، او تمام. عمليات الانترنت المشبوهه الخاصه بتمويل صفقات السلاح والمخدرات والارهاب. تمام. ومن هنا انا بنقل لحضرتك الطرف الثاني بيفكر ازاي في تحريم او تجريم تداول العملات الرقمية. حضرتك تردي على الرأي ده وتقولي له ايه؟ طيب البيتكوين يعني مش البيتكوين بس، هي العملات الرقمية عامة حلالها حلال وحرامها حرام، زي اي حاجة في الدنيا. انت هتشتري سكينة تقتل بيها حد هتبقى حرام، هتشتري سكينة انك تستخدمها في استخدامات تانية حلال، زي الاسهم. يعني في حاجات كتيرة جدا حلالها حلال وحرامها حرام. اللي بيستخدم العملات الرقمية ممكن يستخدم اي انشطة اخرى، غسيل اموال او ارهاب او تجاره مخدرات. هنا ممكن اتعامل مع حاجه زي كده، ان انت اعمل زي كوريا مثلا، انت اطلب انه يكون كل الاشخاص دي عندهم، مش يعني منصه التداول مش هتسمح بالتداول او بيع البيتكوين او اي غيرها من العملات الرقميه الا لما يكون ده اي دي حقيقي. فانت تقدر لو انت شكيت او اشتبهت في اي صفقه انت تتبعها، لكن انك تمنعها تماما، تمنع ده تماما عشان هو حرام، لا هو مش حرام. انا واحده مؤمنه او مستثمره مؤمنه بمستقبل البلوك تشين، وانه اللي جاي كله هيبقى كمبيوترز وانترنت، وهندفع كلنا عن طريق، مش لازم ندفع عن طريق الدولار او الجنيه او اي عمله تاني، ممكن التضخم بيكون بيتاكل من قيمتها. انا مؤمنه بالديجيتال كرنسي، فهستخدم الديجيتال كرنسي. فمش معنى كده انا بقى هكون بعمل حاجه حرام. الحرام ان انا استخدم اي حاجه سواء بيتكوين او اي حاجه تانية في شيء نفسه هو مرفوض. ده ممكن اتعامل معاه زي ما قلت، دي من مخاطر وتحديات البيتكوين، ازاي اوصل لاطار تشريعي وتنظيمي ممكن تطبيقه ونتعامل بيه مع مخاطره، لكن امنعه تماما ده شيء غير وارد، يعني اصلا شيء غير موجود. زي ما بقول همنع الانترنت، ازاي همنع الانترنت؟